بسم الله توكلنا على الله. اهلا بنات خالتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شتيكم واحد علاج طبيعي بالطين، استغلوا الفرصه بما ان دابا كاين العطله، ما كاين سفر، ما كاين دخول، ما كاين خروج. حاولوا هذه الوقيته اللي تاكلوا ما هو صحي وتعالجوا نفسكم بنفسكم بما هو طبيعي. كما كتشوفوا معايا حنا راه غير محاولين باش ما يطيح ليناش هاد الكله هادي. المهم نتوما حاولوا من تبغوا ديروا تشدوا غير بحال هكا، تشدوا غير بيدياتكم، ما تضغطوا ما تهزوا غير باش ما يطيحش لكم الوعاء. هاد الطين كيف ما كان كبير صغير، المهم الاطفال الصغار غديروا غير كويس بحال هذا وتعمروه ماء فاتره. كيبان لكم الدخان الا بان غير برد دابا مع الحال بارد، الماء طايب والطين راه هو بوحدو تيدوز الحراره عاديه للامعاء، مزيان الخلعة ومزيان البومزوي. بزاف الناس ما اتفقوش معايا على طريقه المسيد، كاين اللي قال لك كنخاف من ديك كيسحب له واش ما غتاثرش على الامعاء. اللي حنا ما كنديروش شي ضغط اللي قوي، كنديروا ضغط فقط حركات بسيطه حتى داك الانسان اللي كنعملوا ليه ديك الحركات ما تيحسش بالفرق، ما تيحسش بشي الام. غير بعض الناس اختلفوا. المهم انا جبت لكم الحل، هو العلاج واحد، جبت لكم علاج زويون، والانسان اللي كبير في العمر ديالو ممكن يدير مكبر من هذا على حساب الوزن اللي غادي يهز فوق الكريشه ديالو. صافي كيعمروا ماء دافئ او فاتر وكتحطوا فوق السره مباشره بعد الدهن زيت الزيتون، وكنستلقي مزيان كما كتشوفوا معايا، كنحاول نستلقي ناخذ راحتي بلا ما يدلك لك شي حد، حيت بزاف الناس قالك ما غنعرفوش ندلكو. بزاف الناس تناقشوا معايا ان داك الدليك. المهم انا كنجيب لكم كل ما هو كاع اللي هادي. راه واحد الجده الله يطول في عمرها كبيره في السن ديالها، هي عطاتني هاد الفكره هادي غزاله، قالت لي راه هذا هو باش كنا كنعالجو بومزوي. انا غنفهمكم الاخوان، اي حاجه عملتيها راه غات ان شاء الله تجيب النتيجه، حنت ماشي هادي اللي غتعالجك، ربي الكريم هو اللي غادي يعالجك. غير نتوما خصكم توكلوا على الله. مثلا واحد بزاف الناس عندهم الحريق الراس، ولكن كل واحد فين تيرتاح، كاين اللي كيرتاح في دوليبران، كاين اللي تيرتاح في كولو ديال البران، كاين بزاف الكينات ديال الراس ديال حريق الراس، ولكن كل واحد فين كيرتاح. هي راه نفس العلاج نفس، غير انت فين كترتاح. هادشي علاش انا جبت لكم هاد الوصفه، كلشي الحمد لله عنده مفعول واحد، عنده العلاج، يعني تهدئه الخباط، هذا هو اللي بغينا نوصلوا له. هذه حتى هي طريقه ان شاء الله سهله وبسيطه، وكنعرفوا الطين انه كنرتاحوا فيه نفسانيا. خصكم تعرفوا فين ما ارتاحت لينا النفس ديالنا راه حنا كنرتاحوا. غتحط هاد العمليه وتستلقي كما كتشوف، يعني غمض عويناتك ونسى راسك، ما غيدلك حد ما غدلك لحد. خد اناء على حساب الجسم ديالك، على حساب الوزن ديالك، على حساب الثقل ديال الكريشه ديالك، كان كبير خدو مكبر، ما لقيتيش دير زلافه ديال الطين، ماشي ديال الزليج ولا ديال البديه ولا ديال الطين. راه كاين غريفات اللي المستوى ديالهم كبر من هذا، وراه رخيص 2 دراهم، وبقاو تشربوا من الطين الله يجزاه عليكم. هذا راه صافي عيا قدام، انا كنخليه غير كتبي ندير فيه غريسات، ما بغيتش نضيعه، ولكن صافي جا الوقيته اللي نعملوا به هكا المساج. كنعمروه ماء دافئ صباحا باكرا على الريق، وكندهنوا قبل السره بزيت الزيتون، وكنحطوا هكا مباشره شفتوا معايا، يعني كتسلقي. وفعلا انا جربتها، ملي كتكا وتغمض العوينات ديالك كتحس داك الخباط. دابا راه شي ملي كيتزعزع داك الخباط كيضرب، انتما شفتو باش تعرفوني انتما سلوكو معايا شفتو. دابا الانسان ملي كيستلقي انتما شوفوا داك الماء كيفاش كيمشي ويجي، شفتو راه العريق بالخباط كيبقى يضرب، غتبقاو تشوفوا في هذاك داك الميه حتى كتكالما، ما كتبقاش بحال القلب. سبحان الله داك الخباط اللي عندنا العرق هو اللي دائما تيتعصب. وتردوا البال من الاكلات، يعني حاولوا هاد الوقيته نتوما دابا مع وليداتكم، كايناش المدرسه، ما كاينش اما حتى الموظفه حسن عوانه مسكينه، حاولوا تاكلوا كل ما هو طبيعي، خصوصا في هاد الوقيته البرد كثروا من حساء الشعير. حساء الشعير راه زوين وتعطيكم الكالسيوم وتنقي الذاكره من الافكار السيئه، كنقولها وكنعاودها. الزرع دابا راه الشعير ولا عنده الثمن، كنتمنى ربي ان شاء الله ترجع الامور زوينه ويرجع الثمن ديالو مناسب،
حيت كنت كنشري بواحد الثمن اللي بسيط، دابا راه ولا اكثر من 50 درهم، ولكن الحمد لله انا ماشي عليا انا، 50 درهم غتقدني، كندوي للناس اللي عندهم الكسابه. هانتوما شفتو كيبقى يضرب، هانتوما بحال القلب، ماشي انا دوك انا ما حطيت يدي ما والو، كشي بغيتكم تشوفوا الفيديو. دابا ملي كتعملوا هاد العمليه كتكا وكتكالما كيبقى داك الخباط، داك النبضات اللي كتكون في الصره كتضرب، شفتوها بحال القلب، يعني بحال ديك الدقات اللي كنبغوا نعبروا بها دقات القلب من اليد اليسرى ولا اليد اليمنى. هذا هو كندوي لكم انا، تبقاو تعملوا بحال هذا الشيء بحال الطريقه هذه، سمحوا لي 3 ايام متتاليه صافي نرجع ثاني للطبيعه ديالي. العود الاسبوع الماجي ثاني ندير 3 ايام حتى ان شاء الله نحس بان الامور ولات بخير وعلى خير صافي، يعني راه ما في حتى شي حاجه. ويلا حسينا بالماء برد ما علينا الا نزيدو ماء، علاش خصو يكون الماء فاتر حيت الطين تيبردو، وراه سبحان الله كتحسوا بواحد الدفء في الصره، كتحسوا بواحد حيت نقول لكم علاش هاد السيده قالت لي الطين كنديروا فيه الماء السخون، لان قالت لي بزاف الناس يكون عندهم داك الخباط قوي، يعني عنده العصاب عنده بومز صعيب، ما نقدروش نديروا ليه الكي، ما نقدروش نغامروا نحطوا ليه شي حاجه سخونه. اللهم قالت لي الطين كنديروا فيه الماء طايب وهو تيوزع الحراره بشكل عادي طبيعي، وكنعرفوا الطين فيه فوائد كثيره للجسم ديالنا، وحنا مخلوقين من الطين وسنعود باذن الله الى التراب. داكشي علاش عطينا الله واحد السر عظيم، فاش كنشربوا الطين كنحسوا بالراحه، وان شاء الله ملي غتستعملوا هذه الوصفه هذه غيكون فعلا عندها واحد التاثير زوين. هانتوما دابا راه حتى داك الماء يبدا يبرد، حنا غنعاود ثاني نبدلوه نفس الشيء ثاني 5 دقائق، حيت هذه ما فيهاش الدرك ما فيهاش الضغط، شفتوها انا راه مغطي الوليد عقب البرد ومكيلينو ولا داك، ولا خفتو يطيح تشدوه بحال هكا بصبيعاتكم ما تهزو ما تضغطو. والمشكل اللي خايب في الطين هو انه واخا كتشري جديد ما كيتهرس ما والو، كيبقاو عدو فيه هاد النقط هادو صافي، حتى المذاق ديالو تيخسر صافي، كنحيدو كنجيبو واحد اخر، الثمن ديالو 2 درهم الا غليتو 3 دراهم راه ما غاليش. وعملوا في هاد القطران هذا زويون، قطران زويون غير الرائحه اللي ما عجبوش بلاش يخليها هكاك، انا راه عندي منه شي 4 وعندي قليله صغيره، ما كرهتش شي زلايف نلقاهم بحال كطين ولكن ما لقيتش. دابا نوصي السيد اللي كيصايبهم، علاش اختي نبقاو ناكلو في البديع وناكلو في الزاج، ناكلو في الطين، الطين راحه نفسيه، حتى اللي عنده الاكتئاب واللي عنده القلق يجرب يشرب في غرف الطين ويرد عليا انا كنقولها. ومرحبا بكم عندي في التيك توك، والناس ديال التيك توك مرحبا بكم عندي في القناه اليوتيوب، ان شاء الله راه نعجبكم، الف الف مرحبا. صافي كتبقى الطريقه هذه، ملي كتسالي كنلبس الحويجات ديالي عادي، الغد لي ثاني على الريق، علاش على الريق؟ باش الامعاء كيكونوا خفاف ما دايزاش ليهم الاكل، والخباط حتى هو كنعرفوا نتحكموا فيه. هانتوما راه بدات ديك الدقات بداو كينقصوا شويه، ما تزعزعش هذاك راه غير القطران ملي كيبدا يتقشر كيعطي داك النقاط السوداء. صافي هادشي اللي كاين بنات خالتي، كنتمنى الفيديو ان شاء الله يكون واضح وباين، وما تبخلوش عليا بالبارطاج مع احبابكم وبالاشتراك، واللي عجبتكم القناه الف الف مرحبا. بقاو تاكلوا الشعير، تاكلوا الحلبه، الصانوج، الكمون الصوفيه او الصوفي، الكمون العادي، حبرشاد. دابا راه وقيت البرد، خاصكم بزاف الكالسيوم وبزاف المغنيسيوم يدخل لكم الجسم، اللي ناقصو المغنيسيوم تيحس بالدوخه، ياكل الزنجلان، واللي نحيف وضعيف واخا تياكل ما عندوش مشكل مع الشهيه ولكن ضعيف يشرب إيلان يحمرو مزيان ويطحنو ويشربو معلقه من وراء الاكل 3 مرات، وغتبارك الله تشوفوا النتيجه، ما غتسمانوش ولكن غتبان لكم الفصاله ديالكم هي هذيك، تموت الحمد لله ترجعوا اللحم كله غادي ان شاء الله العظيمات كلهم غيعمروا. هذه مجربه مني انا، الا عنده منافع كثيره ومزيانه حتى الناس اللي عندهم هشاشه العظام، المفاصل تيحرقوه من الكعب رجليه والكعب يديه، كنعرفوا الركابي عملوه
واللي عنده فقر الدم ياخد حساء ديال العدس. يلا نخليكم بنات خالتي، حياكم الله اينما كنتم، مع السلامه.